شيع أبناء منطقة وغلان بلاد الروس بمحافظة صنعاء شهيدا من أبناء المنطقة قدم روحه رخيصة في سبيل الوطن، وأكد ذويه أنهم ماضون على دربه وسائرون على نهج النضال الذي اختاره ولدهم، رافدين الجبهات بالمال والرجال حتى يتحقق النصر على النظام السعودي. بطل آخر من أبطال جبهة نجران تزفه منطقة وعلان بمديرية بلاد الروس محافظة صنعاء، خالد محمد دريب الذي استشهد في 18 من الشهر الحالي أثناء دفاعه عن الوطن ضد المعتدي الغازي النظام السعودي في جبهة ما وراء الحدود في نجران، بعد أن شارك في تلقين جنود العدو أقصى الدروس في معاني البطولة والفداء وبراعة المقاتل اليمني الذي لا يأبه الموت. الحمد لله الذي اصطفى ولدي شهيدا واحنا سائرون على دربه، وهنيئا لب الشهادة، واحنا نقدم الكثير والكثير. الله اكبر. ابناء بلاد الروس بمختلف فئاتهم العمرية جددوا ثباتهم في مواجهة العدوان والسير في درب الشهيد في الفداء من اجل اليمن، فكلما أوغل العدوان في جرائمه توجه أبناء اليمن إلى جبهات الشرف والعزة. بلاد الروس التي لا زالت ترفد الشهيد تلو الشهيد، الشهيد تلو الشهيد، ولا زلنا سنبذل المزيد من أجل الدفاع عن هذا الولد وعن هذا الوطن، ولن نحيد عن الدفاع، برغم أننا دعاة سلام إلا أننا دعاة سلام بقلوب من حديد. بلاد الروس قد قدمت عز القوافل من الشهداء، وليس أول واحد من الشهداء، ومستعدين نقدم كل الشهداء من أجل البلد ومن أجل الوطن ومن أجل الزعيم، من أجل زعيم الأمة، لأن احنا كل واحد منا بيدافع عن الوطن. قرية وثن هي الأخرى ودعت شهيدا آخر من أبطالها كمال الهمداني الذي استشهد في جبهة نجران وصلت عليه صلاة الغائب. يكون الدور والتشليم حول الوظائف أو المناصب أو الكراسي، وإنما أبدلنا الدر والتسليم الآن فشهداء، فالشهيد الأول مننا بيسلم للشهيد الآخر حتى يكتب الله النص لهذا البلاد أو الشهادة، وليس لنا خيار ثالث أبدا غير النصر والشهادة. كوكبة من الشهداء أثروا على أنفسهم الرحيل واختاروا الشهادة في سبيل الله والتزام أمره في رد المعتدي، وسبيل الوطن في التزام الذود عنه وكرامته وعزته وإبائه وسيادته واستقلاله. مختار الخطيب، اليمن اليوم، من بلاد الروس محافظة صنعاء.